إن شاء الله عندنا المادة الخامسة مصر الحضارة، مظاهر الحضارة المصرية القديمة. الدرس الأول عندنا النهاردة بإذن الله الحياة السياسية. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض، إحنا بنقول حضارة. طبعاً الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء مادياً أو أدبياً. طيب الحضارة دي ما قامتش عندنا من فراغ، إن وهب الله لمصر عوامل كثيرة تساعد على قيام الحضارة الفرعونية. طيب نشوف مع بعض إيه هي عوامل قيام الحضارة الفرعونية. نهر النيل، الموقع، المناخ، الموارد الطبيعية، أيضا إنسان محب الوطن، استطاع الإنسان المصري القديم أن يستغل كل ما هيأه الله في قيام حضارة عظيمة شغلت مجالات متعددة. من ضمن المجالات دي عندنا سنة أولى الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية، وده اللي هنتعرف عليه في الوحدة بتاعتنا. أما الترم التاني بإذن الله هنستكمل مع بعض باقي المجالات، الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية. طيب تعالى نبدأ كده ونشوف مع بعض الحياة السياسية. ما المقصود بالحياة السياسية؟ هي نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع لإدارة شؤونه والعلاقة التي تربط بين الحكام وأفراد هذا المجتمع. طيب يا ترى عناصر الحكم في مصر الفرعونية بتتشابه مع عناصر الحكم في الوقت الحاضر؟ لا، هنشوف كده مع بعض عناصر الحكم في مصر الفرعونية، هنمثلها كده مع بعض زي ما انتم شايفين بهرم اجتماعي. شايفين كده مع بعض سنقول على قمة الهرم الاجتماعي الفرعون أو الملك. أما في الطبقة الثانية الوزير، والطبقة الثالثة حكام الأقاليم، أما الطبقة الرابعة هي الإدارة المركزية والمصالح الحكومية. طيب كانوا بيبصوا على الفرعون أو الملك على إنه الملك المقدس أو صاحب النفوذ المطلق يجب على الناس طاعته، فكانوا يرمزون إلى الفرعون أو الملك رمز وحدة البلاد. يجي لك هنا سؤال، بما تفسر كان يرمز إلى الفرعون أنه رمز وحدة البلاد لأنه يجمع في يده كل السلطات الدينية والدنيوية التي تمكنه من القيام بوظائف مختلفة. طب يا ترى إيه مهام الفرعون؟ قيادة الجيش للدفاع عن البلاد وصد المعتدين، أيضا إقامة العدل بين الناس، تمام؟ إيه كمان؟ تأمين وسائل الحياة الكريمة لشعبه. يبقى الفرعون أو الملك هو الملك المقدس صاحب النفوذ المطلق ويجب على الناس طاعته، فهو رمز وحدة البلاد. طيب نشوف تاني مع بعض، تاني طبقة عندي قلنا الوزير. إيه هي مهام الوزير؟ الوزير بيعاون الملك في تنظيم شؤون البلاد المختلفة، وأيضا كان الوزير هو يرأس الإدارة المركزية. ونظرا لأهمية منصب الوزير كان الفرعون يسانده إلى أحد أبنائه أو أحد أفراد الأسرة المالكة. طب إيه هي شروط اختيار الوزير أو سمات الوزير؟ السيرة الحسنة، العدل، الحكمة، العلم، حسن تصريف الأمور، الخبرة الواسعة، أيضا الخلق الطيب. نشوف الطبقة رقم 3 حكام الأقاليم. قبل تحقيق الوحدة مصر عرفت نظام يطلق عليه نظام الإدارة المحلية زي عندنا دلوقتي محافظ، كان لكل إقليم حاكم مستقل. بعد تحقيق الوحدة أصبح حكام الأقاليم يعينون بواسطة الملك زي ما انتم شايفين. يبقى بعد تحقيق الوحدة أصبح حكام الأقاليم يعينون بواسطة الملك. طب يا ترى إيه هي مهام حكام الأقاليم؟ كانوا ينوبون عن الملك في إدارة الأقاليم من حيث حفر الترع، تخزين الغلال، وحفظ الأمن. طب نشوف مع بعض آخر طبقة عندي في الهرم الاجتماعي اللي قدامنا، الإدارة المركزية والمصالح الحكومية. دي كان بيرقصها؟ كان يترقصها الوزير. أيضا كان يعاونه في عمله عدد من كبار الموظفين. طب يا ترى إيه هي؟ زي ما أنتم شايفين معايا إدارة الوثائق الملكية أو يطلق عليها الرسمية. ودي كان بتختص بالأوامر والمراسيم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء وكبار الموظفين. اسمها إدارة الوظائف الملكية. طيب نشوف الإدارة الثانية، إدارة النسخ والمحفوظات. تختص بإيه من اسمها؟ بحفظ الوثائق والمخطوطات الأصلية. طيب نتكلم مع بعض الإدارة الثالثة، إدارة الحقول. من اسمها حقول يبقى تختص بإيه؟ بكل شؤون الزراعة من ري ومحاصيل وغيرها. يبقى أنا قلت كده ثلاث إدارات، إدارة الوثائق الملكية، إدارة النسخ والمحفوظات، إدارة الحقول. نروح للإدارة الرابعة سنة أولى، إدارة الخزانة. طيب من اسمها خزانة تفتكروا كده هتكون خاصة بإيه؟ خاصة بالأموال. إذن هي تختص بالحفاظ على موارد الدولة المالية.
كده قلنا أربع إدارات: وثائق ملكية، نسخ ومحفوظات، إدارة الحقول، إدارة الخزان. ننتقل للإدارة الخامسة، إدارة القضاء. قضاء يبقى بتشرف على المحاكم التي تحكم بين الناس. طب يا ترى كان مين بيعمل في الخمس إدارات دول؟ اللي كان بيعمل في الإدارات دي عدد من الكتاب، وكان ينظر إلى الكاتب نظرة احترام وتقدير. يجي لك هنا سؤال نقف عنده بما تفسر. كان ينظر إلى الكتاب نظرة احترام وتقدير في مصر الفرعونية. الإجابة لأن يتم اختيارهم من بين المتعلمين، أيضا النابغون منهم يرقون إلى المناصب العليا في الدولة. إذا الكاتب كانت ليه نظرة تقدير واحترام في مصر الفرعونية. لو جه سألك أهمية وظيفة الكاتب. طيب تعالى نشوف مع بعض كده النقطة الثانية عندي في الدرس: الجيش والأسطول. لم يكن المصريين قدماء دعاة حرب أبدا. نسألنا نقف هنا سؤال بما تفسر. لم يكن المصريين قدماء دعاة حرب أبدا لأنه شعب بيفضل الحياة الهادئة. المصريين القدماء كانوا بيستمتعوا جدا بالحياة على نهر النيل والزراعة، فكانوا بيفضلوا الحياة الهادئة سنوات التي تسمح له أن يتمتع بثمرة عمل. لم يكن في حياتهم أبدا ما يدفعهم للقتال. طبعا حواليهم النيل والجنان الخضراء والحدائق الخضراء، وعايشين على ضفاف نهر النيل، فكانت حياتهم مستقرة. طيب بس ده ما يمنعش أبدا أن يكون عندهم جيش عشان يقدروا يدافعوا بيه عن الحضارة العريقة دي. انتوا عارفين عندنا حضارة يبقى أكيد فيه طامعين. طب تعالى نشوف الجيش. الجيش هو أداة لتحقيق السلام. عندما طمع المعتدون في ثروات البلاد وخيراتها زي ما قلنا من شويه، وهب الله المصريين القدماء وهبوا يحملون ايه السلاح يدافعوا عن وطنهم. طيب تفتكر امتى ده حصل؟ يا ترى ايه هي الامثله اللي عندي؟ قال لي ناخد مثال كده مع بعض. في عصر الدوله الحديثه نشا اول جيش نظامي. طب يجي لك سؤال بما تفسر، ليه نشا اول جيش نظامي في عصر الدوله الحديثه؟ لتحرير البلاد من المعتدين، ايضا تامين حدود البلاد من الاخطار الخارجيه، وتكوين امبراطوريه واسعه شملت مصر وبلاد الشام. عرفنا عن الجيش وان نشا اول جيش نظامي في عصر الدوله الحديثه. طيب نشوف ايه هي اسلحه الجيش. ترى اسلحه الجيش زمان زي دلوقتي؟ بص كده مع بعض سنه اولى، عندنا الرماح، الدروع، الخناجر، الاقواس، والسهام، وايضا العجلات الحربيه. واحنا عارفين العجلات الحربيه دي بيستخدمها احمس لمطارده الهكسوس. عندما قرر ان هو يطرد الهكسوس من البلاد فقرر يستخدم نفس السلاح بتاعكم دي، نقلوها عن الهكسوس. طيب احنا دلوقتي عرفنا اسلحه الجيش وعرفنا ايه الجيش نشا امتى في عصر الدوله الحديثه. طب يا ترى المسلمين افتكروا تنظيم الجيش؟ ايوه طبعا افتكروا. عملوا ايه؟ اول من اخترعوا حرب المفاجاه والالتفات حول العدو، واول من درسوا ساحه القتال قبل بدء المعارك. ايضا البسوا الجنود الملابس القصيره. نسال سؤال بما نفسر، حتى بسوا لهم حريه الحركه اثناء القتال. اخر حاجه عندي الاسطول الحرب. ما المقصود بكلمه اسطول؟ الاسطول هو عدد من السفن المجهزه لصد المعتدين القادمين من جهه البحر. تكون الاسطول الحربي من اجل الدفاع عن سواحل مصر وموائلها. يبقى لما يقول لك سؤال بما تفسر اهميه الاسطول، يبقى من اجل الدفاع عن سواحل مصر وموائلها. طيب يا ترى ايه هي اهم المعارك التي خاضها الاسطول؟ في عهد الملك رمسيس الثالث دارت بعض المعارك البحريه بينه وبين شعوب البحر المتوسط عندما حاولت الدخول الى مصر، واستطاع الملك رمسيس الثالث بأسطول العظيم أن يتصدى لهم بفضل هذا الأسطول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.